Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon d'orthographe, les homonymes, près, près, près. Idem, on va commencer comme d'habitude par je m'entraîne. Je complète les phrases suivantes avec près, près ou près. Je me rapproche progressivement, j'arrive tout. Idem. غادي ندير واحد التذكير بسيط. هاد بري و بري و بري فرق بيناتهم في الكتابة وفرق في المعنى، أما النطق بحال بحال. إذا هادو بهاد بري كتعني المرج أو لو شون الحقل، هاد بري كتعني على الاستعداد، وهاد باردون هاد بري كتعني بالقرب أو بجانب نقدر نعوضها بأكوتي دو، وهاد بري كتعني على استعداد. إذن هنايا je me rapproche progressivement j'arrive tout. إذن شنو غادي نديرو هنا؟ près de la ligne d'arrivée. إذن هنا غادي علاش درنا هاد près هادي؟ حيت حنا يعني بالقرب من خط الوصول، هاد الشيء علاش يعني القرب اكوتي دو. هو غالي، اين هو غالي؟ ايتيل، اذا هنا بخي بخي ابارتيغ. بخي ابارتيغ يعني واش مستعد للذهاب. جي بوزوان de lunettes, je ne vois pas bien de près. Idem, un amertage d'arrêt, mais quand qu'adresse une chauffe de près. Idem, le corps. J'ai pris de belles photos dans le. Idem, achète soir Jamila, fille dans le. Je ne sais pas ce qu'on a le. هي بخي هاد الاولى، علاش؟ لان واحد المكان هذيك لو بخي المرج او لو شون. دون سات بيبليوتيك لا دو ري دو دو، اذن بخي اذن هاد بخي كتعني يعني كتعني السلف او القرد. اذن في هذه الخزانه ولا في المكتبه اللي كياخذوا منها الكتوبه المده ديال السلف ديال قرض الكتوبه باش تاخذ هذوك الكتوبه وكترجع هي 10 ايام. من بعد 10 ايام خصك ترجع لهذوك الموظف اللي كيكون في لا بيبليوتيك، كترجع له الكتاب ديالو اللي خديتي من عنده، يعني بحال سلف او قرض او دين. جو مي او فيمينان لي فراز سويفونت. إذا عندنا دي فخاز هنا، تخوا فخاز، خصنا نحولهم لفيمينا، هما في الماسكولا ونحولهم لفيمينا. Il est prêt à jouer avec sa tablette. إذا هو مستعد باش يلعب بالطابليت ديالو. إذا هي شنو نقولو؟ Elle est، شنو قلنا؟ كنزيدو هنا أو. Elle est prête، هي مستعدة à jouer avec sa tablette. هي مستعدة للعب بالطابليت ديالها. Les petits garçons sportifs jouent dans le pré. إذن الأطفال أو الأولاد الصغار الرياضيين يلعبون في دون لو شون في هذاك الحقل. اذا لي بتيت في نقولوا سبورتيف سبورتيف، اذا اس على ف جو دون لو بري لو بري دون لو بري. إذن الفتيات الرياضيات يلعبون في المرج أو في لو شون في الحقل. لو شامبيون دو 100 متر اي هابيت تو بخي دو شي موا. إذن
لو شامبيون هذاك البطل ديال 100 متر كيسكن قريب من منزلنا. اذا 100، اذا شنو نقولوا في 100؟ يعني habite 100 habite tout près de chez moi. إذن تسكن بالقرب من منزلنا. ندخلوا لكيستيون ديال جو ميفالو. جو رولي لي مو سويفون بري او فراز كي لور كونفيان. إذن عندنا هنا هاد لي تخوا مو بري، هادي قلنا كتعني مكان، يعني لو شون الحقل او المرج. هاد بري كتعني على استعداد، باردون، هاد بري كتعني بالقرب من، هي اللي كنقدروا نعوضها باكوتي دو بجانبي او بالقرب من. هاد بري كتعني القرض او السلف او الدين. اذا حنا غادي نفهموا الكلمات وغادي نلصقوا كل وحده بديالها. جو ماسوا اكوتي دو لا فونيتر، اذا غادي نجلس اجلس بجانبي لي فونيتر النوافذ، لا فونيتر نافذه. اذا هي بري يعني بالقرب من، بري. L'élève est disposé à passer l'examen. Idem, هو مستعد باش يدوز l'examen. Idem, prêt, ديال الاستعداد. Cette prairie est immense. Cette prairie est immense. Idem, prairie شنو هي؟ هي لو شون، هي الحقل. Idem, le pré هو الحقل. إذن هنايا غادي نكونو سالينا لي كيسيون ديال جو مي فالو. إذن في هاد الديكتي، هذا الديكتي غادي يكون في لا كلاس على حساب لي فراز اللي غادي يشوازي لو بروفيسور ديالكم. وبهذا غادي نكونو سالينا الدرس ديال لورتوغراف لي زومونيم ديال الصفحة 116 و117. إذن غادي ننتقلوا الآن إلى الصفحة 118، وبهذا أودعكم حتى نلتقيو في الدرس الجديد إن شاء الله.